الآن خلينا ننتقل إلى عملية الإضافة. الآن إذا تنتقل إلى هذا الفور وتبدأ تسمي هذه txt name، هذه txt user مثل ما تلاحظ بالبروبرتيز، هذه txt password، الآن هذه راح تكون عبارة عن txt permission PREM. بعد ذلك اتجه على السيرفر وابدي اضيف نيو ستور بروسيجر، ستور بروسيجر خاص في عملية الانسيرت، فاذهب على ستور بروسيجر واقول له اد نيو ستور بروسيجر، وطبعا هنا راح تكون عندك اسمه PR insert user. بالنسبة للبارامتر اللي احنا راح نضيفهن فهي راح تكون كالاتي، طبعا اولا C name وراح يكون n var car السايز الخاص فيه هو 50 فارزة، اخذ كوبي اضع بيست C name و C pass C user و C password و C permission و C state. اوكي فهذا يتغير الى user، هذا يتغير الى password password، وهذا يتغير الى permission PREM، وهذا راح نغيره الى state، وهذا نحذفه بهذا الشكل. query احتياديه، query ادخال، فراح نقول له اوكي insert into tb user values direct values، ما كداعي انه هو نذكر الاي دي باعتباره انه auto increment، راح نقول له values اوكي ادخل لي values الاتيه. values هذه هي c name، ايضا راح تكون عندك c password c user، ايضا راح تكون عندك c password after that C permission وعندنا C states حالة الدخول. اوكي خليني ناخذ هذا الكوبي اعمل update database، بعد ذلك تجي على اي واحدة، طبعا اتجي على cell وأخذ الانسر داتا هذه، أخذ كوبي وأرجع مرة أخرى أفتح اليوزرز وأضعها بيست. أوكي طبعا كل هذه سترينج لكن نغيرها للأسماء الخاصة فيها، نغير الأسماء الآتية C name C user، طبعا هذه أيضا سترينج طبعا هي عبارة عن C password إضافة إلى هذه هي راح تكون عبارة عن C permission PREM أيضا string، وأخيرا أيضا راح يكون عندك string C state. بعد ذلك راح أبدأ أغير هذه الأسماء، طبعا هذه name اخذ هذه واغيرها مثل ما هي موجوده عندي. user password ايضا permission، ناخذ هذا كوبي اضعها بيست، راح تكون عندك اخر شيء اللي هي state حالة الدخول، ايضا اضعها بيست، ابدي اغير هذه الى 5 وهذه راح تكون عندك 4 بهذا الشكل. بالنسبة الى اسم الستور بروسيجر احنا سابقا اسمين اعطينا الاسم الاتي، اعطينا الاسم اوكي هذا insert into user، هذا الاسم الخاص فيه كترلس. الآن خلينا نتجه إلى add، أي add سابقا احنا عملناها add student add cell أي add، وأبدي أخذ هذه copy
يعني هذه اخذها كوبي بهذا الشكل مع الكاتس طبعا، وارجع مرة اخرى على الاد يوزر. داخل في البداية احتاج انه اعلن عن متغير اسميه اي دي، اوكي. فنقول هنا داخل بارشيال كلاس، اوكي، قل له هنا انت بوبليك انت الاي دي كابيتال اي دي. بعد ذلك ارجع الى الحدث الخاص في الضغط واضع الكود الخاص فيه بيست، اوكي. That's good. مبدئيا خلينا اصفف الكود، هذا يحذف انا ما احتاجه، هذا ايضا يحذف ايضا ما احتاجه، وهذا اجعله تعليق بشكل مبدئي، هذا في حالة التعديل، اوكي. الان بالنسبة لهذه راح تكون عندك txt name or txt name or txt user or txt password yes txt user txt name txt user name and permission sorry permission. اذا كان فعرض لي الرسالة اللي هي تقول له هنا أنا اكمل المدخلات. فهنا بالنسبة للاد هذا راح يكون نيو انيشيالايز من اليوزرز، وهذه طبعا راح يكون نيو من عنده، اوكي. نعطيه الاسم التالي، نقول له هنا أنا هذا برزنتيشن لاير يوزر، واخذه كوبي وارجع هنا أنا بيست. طبعا الان راح يستقبل من عندك الميثود التاليه او الارجيومنت التاليه. خليني احذف حتى ابدي معاه من الصفر. الارجيومنت اللي تحتاجه هذه الميثود، لاحظ في البدايه سي نيم، فاقول له اوكي راح ادز لك النيم تي اكس تي نيم دوت تكست. بعد ذلك ايش راح تيد اليوزر تي اكس تي يوزر دوت تكست. بعد ذلك يريد من عند الباسورد، اقول هنا تي اكس تي باسورد، عندنا مشكلة فين الباسورد، هذه كلمة السر، تي اكس تي باسورد، اوكي. فهنا راح يكون عندك تي اكس تي باسورد دوت تكست. After that txt txt permission ايضا dot text or dot value dot text. واخر شيء احنا راح ندز له string، هذا string راح نسميه الاتي، نسميه الاسم التالي اللي هو false، بهذا الشكل false، اي انه ليس في حالة دخول، اوكي. وبعد ذلك نظهر فورم الخاص في الدايلوج الخاص في الاضافة. اذا هذه الفكرة، هنا أنا راح نرسل للفولز باعتبار ان الفولز هو يمثل لك الستيت، حالة الدخول. والان اليوزر اللي هو لما تضيفه انت جديد فهو في حالة عدم دخول، اذا هو فولز. لما نسجل خروج ايضا فولز، لما نسجل دخوله هو يعتبر ترو، يعني هو في حالة دخول. الآن كل شيء تمام، نعمل ستات، وإذا كان في أخطاء نبدي نصلحها. الآن خلينا نتجه على المستخدمين، إضافة مستخدم جديد، ونكتب صفاء جاسم S A at H كلمة السر صفاء، هذا المفروض تكون كلمة السر يعني، اوكي. 1 2 3 4 5 الصلاحية ومدير إضافة، في مشكلة. طبعا المشكلة في الباسورد، يعني عندنا بالبارامتر اسم البارامتر هو باسورد، وعندنا في خطأ. طبعا الخطأ في الستور بروسيجر واضح جدا،
خليني الآن أتجه على الكلاس الخاص في اليوزر وأبدي أخذ هذا الاسم اللي هو سي. أوكي، هو واضح أصلا الاسم، واضح سي باسورد، سي باسورد. أخذ كوبي سي باسورد، أخذ كوبي، أرجع إلى الستور بروسيجر مالتنا، ولاحظ الآن اسمه هو إيش؟ سي باسورد، أجعله سي باسورد اسم الستور بروسيجر. طبعا هذا يتغير أيضا. أوكي، الآن أعمل أبديت على هذا الستور بروسيجر. الآن نعمل ستارت حتى نشاهد النتائج من جديد. على المستخدمين إضافة مستخدم جديد اسمه صفاء، واليوزر الخاص في SA، الباسورد مالته والصلاحية مدير وإضافة. تمت الإضافة بنجاح. أوكي، فالمفروض يجي هنا عندنا، ما هي المشكلة؟ المشكلة أعتقد في نضغط على المستخدمين. أوكي، المشكلة في الأكتف، في الأكتف. لاحظ الآن اسم الكامل، اسم المستخدم، كلمة السر، الصلاحية. الصلاحية هنا عندنا فيها خطأ. الصلاحية المفروض احنا هي ما تكون فولز، الصلاحية تكون مدير، فهذه أيضا عندنا فيها خطأ. خلينا نراجع كل الخطأين. الخطأ الأول انه هذا بريميجن. أوكي، والبريميشن المفروض نعطيها الصلاحية، الصلاحية من إما أنه هو تكون إما أن تكون مدير أو تكون مستخدم. خلينا على الاد يوزر. لاحظ الآن الصلاحية هذه أنا إيش مسميها؟ مطيها txt permission. أوكي، وهي المفروض لما نحن اختارينا مدير تكون مدير، فالآن هي ذهبت وعمل لي select على البريميشن. المفروض نعمل select على البريميشن. خلينا نتأكد. أول شيء راح أتأكد من الآتي، أتأكد إنه أنا هنا أنا أرسلت الباسورد وبعد ذلك أرسلت بريميشن، وهذا الشيء صحيح. أوكي، أرسلت الباسورد وبعد ذلك البريميشن. بعد ذلك أتأكد من اليوزر إنه أني في البداية عندي بريميشن وبعد ذلك الستيت. أوكي، بذلك عندي البريميشن وبعد ذلك عندي الستيت. بعد ذلك أبدأ أتأكد، أذهب على الفارمين على المستخدمين، أتأكد إنه هذه الصلاحية، إنه أذهب على الستور بروسيجر، أفتح الستور بروسيجر وأذهب على select or load user، load category، load user، load user، load user، أفتح load user. لاحظ هذه هنا المشكلة، المفروض أنا أعمل select على C permission PREM، هذا هنا الخطأ. فأعمل update على هذا الستور بروسيجر بشكل مبدئي. بعد ذلك أذهب على الفرم main وأتأكد أنه أنا هنا أنا غيرت إلى user، هذا الاسم نفسي تحتاجه لما نروح على الفورم الرئيسي إلى الأحداث الخاصة فيه إلى الأكتيفيت. أتأكد من الآتي، if state equal to user. أوكي، فعملي load على الداتا. أوكي، هنا PL user load على الداتا، فالمفروض يعمل load بشكل تلقائي if state equal to user. الآن خلينا نعمل start ونشاهد إنه في أخطاء أخرى، إذا نعمل fix. على المستخدمين إضافة مستخدم جديد، الآن المستخدم اسمه أحمد، أحمد AH مثلا، كلمة السر 1122، الصلاحية مستخدم، إضافة، تمت الإضافة بنجاح. المفروض الآن يحدث بشكل تلقائي، ولكن نعرف أن المشكلة لما تضغط على المستخدمين راح يظهر لك أحمد، وهذا الشيء
إذن هنا عندنا ما في عندنا أي خطأ، اسم المستخدم اسم الكامل، اسم المستخدم، كلمة السر إضافة للصلاحية.